بما يتعلق في موضوع حديث البخاري أستاذي، من العجائب يعني شيئين اثنين، شيء متعلق بالمقلد وهو ابن حزم، وشيء متعلق بالمقلد وهو الغزالي. الشيء الأول أستاذي أنه ابن حزم لما أعل الحديث بالانقطاع ما جاب سيرة هشام بن عمار، ولكن قال هذا الحديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدق ابن خالد وهو شيخ هشام بن عمار شيخنا، ونبه على هذا العيني والعراقي ويعني كثير من العلم، لكن المشهور عنه في الأذهان أنه قال عن هشام بن عمار، وإلا اللي أثبته في المحلة وهو الأشهر بين دين الناس أنه قال لم ينقطع بين البخاري وبين صدقة ابن خالد، وفي واسطة قبل صدقة أي نعم لم يتصل قصدي بين البخاري وبين صدقة ابن خالد وهو شيخ البخاري وليس شيخه. وبهذا الكلام تأكيد الكلام الأستاذ الذي ذكرته يعلق ابن القيم فيقول والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس بهذه العبارة الجميلة. هذا الشيء الأول شيخ. الشيء الثاني بالنسبة للغزالي، يعني في هذا الكتاب له فلسفة عجيبة جدا لم يسبق إليها. إيش يقول؟ يقول ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الحديث أجزاء الصورة مجتمعة. لا هذا مسبوق إليه. مسبوق شيخنا. الدكاترة يقولون. يا شيخنا شو يعني لو تكلمنا عن هاي النقطة يعني. إيه هذا الكلام باطل هذا. ليه؟ لسببين اثنين. السبب الأول قوله عليه السلام يستحلون، وكل عربي يفهم أن معنى يستحلون أن الشيء المستحل أصله حرام. فإذا حينما يقول لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا، والحرير أي البلدي، والخمرة، كل هذه الأشياء معروفة أنها حرام لذاتها، فهم مع ذلك يستحلونها. فكذلك الأمر الرابع المعطوف على سابقه يكون أيضا محرما، أولا بدليل أنها داخلة تحت عموم قول يستحلون أي هو حرام يستحلونه، وثانيا بدلالة اقتران، وإن كان العلماء لهم كلام هنا أنه دلالة اقتران ضعيفة. طيب ضعيفة من أول نحن موضوع ما له قيمة، لكن قوله يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعاجف هذا أكبر دليل على أن هذه الأشياء الأربعة محرمة. ممكن أن يقال أن هذا الوعيد الشديد يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قرزة وخنازير بالنسبة للهيئة، بالنسبة للمجموعة، لكن لا يمكن أن يقال أنه هذه المجموعة محرمة، لكن إذا فصلنا بعض عن بعض تبقى بعضها مباحة، هذا لا يمكن أن يقال، هذا تعطيل للنص يعني. شيخنا من تذكر السبق يعني أو سبقه في بالذهن الآن ولا ما؟ لا مع بعيني ما أذكر، لكن قيل